ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا، ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا، فلألأ الفرح وانساب أنهار. ركب الهدى سارا السلام عليكم مشاهدينا الكرام أو في قناة الحقيقة الفضائية. في إطار برامج الأعمال الخيرية التي يشرف عليها مباشرة وشخصيا سعادة الدكتور محمد بن راشد الهاشمي، اللي كتضمن البعثات الحج والعمرة وأيضا المساعدات والمساعدات الخيرية للمساكين والمحتاجين، فهذه السنة ككل سنة يعني في صورتها الثانية بعثة ثانية من مراكز الدكتور محمد بن راشد الهاشمي إلى العمرة إن شاء الله، اللي كان الاختيار ديال مجموعة من الناس المحتاجين اللي غادي يستافدوا معنا من هاد البعثة. طبيعة الحال وكالة الأسفار الرياض اللي هي الوكالة اللي كيلجأ لها دائما مركز محمد بن راشد الهاشمي، اللي كتكفل يعني بالبعثة من أولها حتى الآخر ديالها. اليوم احنا كنتواجدوا بوكالة أسفار الرياض من أجل نقربكم أكثر من جميع الإجراءات اللي كياخدوها معاهم المسؤولين في الوكالة، من يعني استقبال الوثائق إلى مصاحبة المعتمرين في مناسك العمرة والحج. تابعونا في هذه الحلقة باش نتعرفوا أكثر عن هذه الوكالة وعن جميع الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحن نمثل وكالة الأسفار رياض الذي تقوم بالرحلات، تنظيم رحلات الحج والعمرة. العمرة لما كان بغي نقوم بالعمرة كيجي عندنا زبون، كان طلبوا ليه بعض الوثائق منهم الجواز السفر وتلقيح الصور، وكنقوموا ليه بالأجراءات كلهم، لأن الحج والعمرة يحتاج لوثائق. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ونحن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى نقوم بهذا الشيء هذي، وكيجوا عندنا ناس. لما كيجي عندك ناس كيقول غادي نتسجل عندك، كيسجلوا عندنا الناس وكيجيبوا لنا الوثائق ديالهم، وكنقوم بالسفر كله. كتقوم الرحلة، كتبدأ الرحلة من الوكالة الى مكة المكرمة الى المدينة المنورة. حنا كنتكلفوا بالاشياء هذه الدينية لاننا كنأثرهم، كنديهم الى المملكة العربية السعودية الى مكة المكرمة الى المدينة المنورة، كنسكنهم في سكن، وكنديروا لهم الطواف، وكنديروا لهم السعي ديالهم، وكيقوم كل الاعمال العمرة ديالهم. الحمد لله يعني عندنا هاد الأشياء في الدم ديالنا، كنقوموا به للزبناء ديالنا، ومن جمع الزبائن ديالنا وهو المركز الهاشمي للأعشاب، هو الذي يعني كيجيب لنا ناس زاده الله خيرا، وكنشكروا على هذه المهمة، وكنوبوا على الناس اللي كيجيو من طرف ديالو والناس القائمين معاه، كنشكرهم على هذه المبادرة التي كيقوموا بها علشان كيطوعوا وجزاه الله خيرا ويأجرون على ذلك، لا هما ولا الشيخ الهاشمي اللي كيصرف على هذه المسألة هذه جزاه الله خيرا، ولا هم نصيب من ذلك ولا أنا نصيب معه من الأجر إن شاء الله. ولهذا احنا كنمثلوه في الأماكن المقدسة، هو جزاه الله خير كيطوع كيرسل لنا ناس يعني كيتبرع عليهم
جزاه الله خيرا وله الأجر من ذلك، والناس اللي كيقوموا معاه في هذا الأجر هذا وهم الناس العاملين معاه جزاهم الله خيرا. والقناة الحقيقة راه معروفة عند تابعة للشيخ المركز الشيخ الهاشمي هنا في المغرب ولا في غير المغرب، لأن قناة يتطل على كل الدنيا في يعني في كل الأماكن في العالم، لأن كنكون في السعودية بعض المرات وكنشبر القناة الحقيقة كنلقاها في 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 مكة وفي المدينة. ولهذا أنا كنشكره بزاف وكنشكر هذا المركز الهاشمي للأعشاب وكنشكر الناس اللي هما قايمين على هذا المهمة وجزاهم الله خير. وهو كل سنة كيصيفط يعني كيرسل معنا واحد العدد ديال الناس الله يجزيه بخير وكنشكره على ذلك. أنا اللي كنمثل يعني وكالة الأصفار وهي وكالة أصفار الرياض للأصفار للحج والعمرة. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأخ سعيد مدير المبيعات بوكالة الأصفار رياض للأصفار. من ضمن المسائل اللي كنقوموا بها في الوكالة ديالنا عندنا سفريات العمرة والحج وكذلك رحلات منظمة خارج على الديار المقدسة، بالإضافة إلى الحجوزات التذاكر والفنادق، يعني كل ما يتعلق بالأصفار احنا الوكالة ديالنا كتقوم به. وبالنسبه للمعتمرين من ضمن الشروط اللي كنطلبوا فيهم كيكون عندهم ضروري واحد جواز سفر بيومتريكي بالاضافه الى بطاقه تلقيح يعني تكون صالحه. وبالنسبه للسيدات اللي كانت يعني مزوجه خاصها تجيب لنا عقد الزواج ديالها يكون مصادق عليه وبطاقه التعريف الوطنيه ديالها وديال الزوج ديالها. والا كانت يعني ارمله كتجيب لنا شهاده عدم الزواج وشهادة الوفاة ديال الزوج ديالها. وإلا كانت يعني غادا بوحدها وهي مزوجة فتمنى الموافقة بالإذن ديال الزوج ديالها. هذه من ضمن الوثائق اللي كنطلبوا للإقامة بتأشيرة. ومن طبيعة الحال من بعد ما كان تستوفي هذه الأوراق كاملة فكان نصيفطوا هذه المسائل كاملة إلى السفارة السعودية، كناخذوا التأشيرة ديالنا كناخذوا التذكرة وكنصيفطوا معهم واحد مرشد كيكون خاص بالوكالة كيمشي معهم من الدار البيضاء إلى الديار المقدسة، كيبقى معهم في السكن وفي الطواف وفي جميع المناسك كاملة كيديروها بجميع. وإن شاء الله في العودة كذلك هو مثال كيكون معهم في سميتو في كيقوم بجميع الإجراءات ديال العودة ديالهم حتى لأرض الوطن. السنة الفارطة كان المركز الهاشمي لتداوي الأعشاب الطبية كانوا داروا واحد رحلة إلى الديار المقدسة وكانوا كنا احنا اللي تكلفنا بالرحله ديال المعتمرين يعني من البدايه ديال سميتو الى نهايه الرحله. وبالفعل الحمد لله داك الشيء داز كله على احسن ما يرام، لا بالنسبه للناس اللي ديال المركز الهاشمي اللي جاو خدموا معنا في الاول يعني من تمايا جاو لنا الوثائق ديال الحجاج كاملين جوازات السفر يعني الاجراءات كلها كانت غدا كما هي. ومع ذلك وبالفعل ملي كملنا الاجراءات درنا مؤطر خاص بالمجموعه مشى معاهم خصيصا من الدار البيضاء الى الديار المقدسه وقام معاهم بالمناسك ديالهم وبقى معاهم تما حتى جا معاهم كذلك هو مثال. ومن ضمن المعتمرين اللي تكرم المركز الهاشمي للاعشاب الطبيه بالتكفل بجميع المصاريف ديال العمره ديالهم عندنا السيده خديجه والزوج ديالها السيد عبد اللطيف. والمعتمرين لما ملي جاو عندنا يعني طلبنا لهم وثائق لي قانونيه جواز السفر دفتر التلقيح العقد الزواج هادشي باش نقوموا بالاجراءات ديال التاشيره. بالنسبه للتاشيره ما كتستغرقش اسبوع زعما كاين يعني اكثر شيء هو اسبوع يعني التاشيره ما كتاخذش وقت كثير الا تعطلات كاع اسبوع ديالها صافي كناخذوا الجوازات. طبيعة الحال ملي كنتوصلوا بالجوازات السفر يعني فيهم تأشيرة كنتصلوا اوتوماتيكمون بالمعتمر كنهنئوه باللي انه راه فعلا غادي يمشي ان شاء الله للديار المقدسة. فما نوصفش لك الفرحة ديال ذاك المعتمر كيفاش كتكون.
وتحنا كذلك هو مثال، تحنا كنفرحوا لان تحنا كنا كما كيقولوا السبب في هذا السيد هذا باش انه يدير واحد العمره كما هو عنده فضل واجر المعتمر، حتى الوكاله هي عندها فضل واجر مع هذا المعتمر. اول قبل كل شيء كنشكروا المركز الهاشمي للاعشاب الطبيه اللي هو كياخذ المبادره صراحه باش انه كيتفضل وكي على النفقات ديالو كيمشيو ناس معتمرين. كنشكروه يعني كنهنيه بهذه المبادره الطيبه، وكذلك ومثال كان في نفس الوقت كنهنيه حتى المعتمرين اللي كيكونوا جايين من طرف المركز الهاشمي على الفوز ديالهم بهذه العمره. مزيد عبد اللطيف. نعم بنت، وتنشكر الهاشمي وما تنشكره غير ورا كثير باش غادي يعني ما عندي ما نعطيه، الله اللي غادي يعطيه، الله اللي غادي يعطيه، ما واخا نشكره ما غاديش سبحان الله العظيم. هذه امنيه ديالي، هذه امنيه ديالي من الصغر، ما ساعدنيش الحظ وما قدرتش عليها، والله سبحانه وتعالى رسل لي هذا الرجل هذا اللي غادي يهزني من المغرب ويحطني في السعوديه، الله يهزو من الذنوب ويحطو حتى هو في الجنة، مقام ديال رسول الله، يكون من جوار الله سبحانه وتعالى. هذا اللي قديت عليه نقول لي ما هو الخلاص ديالو عند الله، ما كيتحدش، ما مرتش في شي صعوبة، يعني بحال جيت عند عائلتي، كل شيء تضحك معايا، كل شيء مساعدني، كل شيء ميتو الورقات ديالي حطيتهم تخدموا، اللهم لك الحمد، بحال جاي عند العائله، ما كاين صعوبات والو، تزادت الفرحه ديالنا، غير حنا باقيين هنا في الوكاله وتزادت الفرحه ديالنا. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم كاملين، والفضل كيرجع لهذاك الرجل، الله يجازيه بخير، وحتى الناس ديال الوكاله وقفوا معنا الله يرضي عليهم حتى هما ويعاونهم على ما تيديروا. واخا يمكن لي نوصف لك الاحساس ديالي نقدر نعبر لك عليه، ما نقدرش نعبر لك عليه بديك الفرحة اللي فاجأني الدكتور الهاشمي بهذا المقام إن مشي لي، وأنا هاد الأمية ديالي حققها ليا، ما نقدرش نوصف لك الفرحة ديالي، بزاف فرحانة، والله يجازيه بخير، والله يصلحه ويصلح وليداتو، هذا ما نقول لك. بالخصوص أنا حيت دزت في واحد المرحلة مريضة، عندي مرض سرطان، وكنت كنتمنى هاد بيت الله نمشي ليه. وفاجأني بزاف، وما نقدرش نعبر لك على الفرحه ديالي بان غادي نمشي لهاد بيت الله، ما نقدرش نقول لك الفرحه، فرحت بزاف والله يجازيه بخير، بالخصوص بان انا مريضه وكنبغي بغيت نمشي لذاك البيت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم غزلان مسؤولة عن الحجوزات العمرة الخيرية اللي كيدير سعادة الشيخ بن راشد عيد الهاشمي. ومن طبيعة الحال وكالة الأسفار هي اللي كنتعاملوا معها منذ سنوات في أي أمر يخص العمرة أو الحج، كنجيو عندهم منذ سنوات، وكذلك كسابينا نجيو عندهم هاد السنة لبعثة أخرى خيرية، وجينا عندهم واستقبلونا احسن استقبال، ويعني مشاو معنا كيف ما كنقولوا يسروا معنا الامور. وفجيت لعندهم دوينا على يعني شحال المده ديال العمره اللي كتكون وشنو هما الوثائق اللي مطلوبه، اللي وضحها ليا السيد الحسين. السلام عليكم، معك محسن حسين كمطور تقني. بالنسبه لمنظمه ديال العمره كنتكلفوا من هذا من الذهاب ان شاء الله للعوده للمدينه المنوره مكه المكرمه، يتعلق بالمناسك العمره حتى العوده ان شاء الله. بحكم انك المشرف اللي كنتي معنا السنه الفارطه في البعثه ديال العمره اللي كانت البعثه الخيريه اللي كانت العام اللي فات، كيفاش دازت الامور؟ كيفاش مشات الامور؟ كيفاش مشاو الناس؟ كيفاش جاوا؟ كيفاش دازت العمره؟ يعني في احسن الاورام بالنسبه للمناسك ولا حتى الفنادق اللي يعني الفنادق اللي في الاول اللي كنا منا في الاول هما اللي كانوا
يعني ما كنتيش تغير بالنسبه للتاريخ بالنسبه للفريق، يعني دازت الحمد لله دازت الرحله يعني في هذا من احسن، والحمد لله حتى بالنسبه للمركز الهجومي الله يجزيه بخير زعما الحمد لله كانت الامور مزيانه، هذا هو اللي خلينا حتى حنا نكون الامور الحمد لله. حتى بالنسبه للمعتمرين اللي مشاو معنا في السنه اللي فاتت اللي من المركز الهشيمي الحمد لله باقي لحد الان كيتصلوا بينا وكيهنيونا وكيقولوا لا. تقدر تخرج الناس على قبل هذا العمر اللي كدوم 15 يوم، يعني شحال من ليله في مكه المكرمه شحال من ليله في المدينه، يعني هاد 15 يوم كيفاش غدوز؟ 15 يوم شحال كدوز؟ يعني بالنسبه في مدينه منوره 4 ليالي في مدينه منوره وثمانية ليلة في مكة المكرمة، يعني خمس أيام في مدينة المنورة وتسع أيام في هذا، يعني بالنسبة لليالي تحسب من الليالي من ثمانية ليالي، يعني 4 ليالي في مدينة المنورة وثمانية ليالي في مكة المكرمة. وكالة الأسفار رياض كتعتز بالمؤتمرين ديالها وكتعز بالناس اللي جاوا عندها، الحمد لله سبحانه وتعالى ونشكره على ذلك، لاننا اكتملنا اجراءات ديال الجوازات والتذاكر ديال الطائرات والسكن في مكه والمدينه. ان شاء الله غادي نقوم بهذه الرحله، وقبل ما كنا نغادروا المغرب كنجمعوا الناس ديالنا اللي غادي يمشيو في هذه الرحله فهاد ان شاء الله. علاش؟ لان كنأثرهم باش يكونوا على علم بالمناسك ديالهم، وخدينا وصايه من المركز الهاشمي ان الناس ديالهم غنتبعوهم خطوه خطوه. علاش؟ لان هذوك ناس عزاز عليهم جزاهم الله خيرا، وكنشكر المركز الهاشمي للاعشاب الطبيه اللي قام بهذه المبادرة الطيبة حول هاد الناس المؤتمرين، ومن طرف نحن كوكالة كرئيس وكالة أسفار الرياض للأسفار رحنا متجندين حول هاد العمار إن شاء الله اللي غادي يقوم بالعمرة. وكنشكر المركز الهاشمي للأعشاب الطبية، وكنشكر الشيخ الدكتور الهاشمي على هذه المبادرة الطيبة، وكنشكر الطاقم اللي هو معاه في هذه المهمة وجزاهم الله خيرا. أنا استدعيتهم باش يجيو عندنا باش لأن الإجراءات كلها اكتملت الحمد لله، ما بقى إلا السفر، والسفر إن شاء الله غادي يكون مهم بالنسبة لينا حنا وبالنسبة ليهم هما، وفرحنا دوك الناس اللي هما تبرعوا عليهم المركز الهاشمي للأعشاب الطبية، قمنا بجمعهم باش أثرناهم باش غادي يمشيو إن شاء الله للديار المقدسة. ولهذا أنا كنشكر هاد الناس على ذلك، وهاد الناس ما شاء الله فرحتهم ما قدتها فرحة. علشان إيش؟ كانوا يتمنون أن يذهبون إلى هذا المقام العظيم، والله سبحانه وتعالى بواسطة هاد الناس هادو جزاهم الله خير اللي هما تجندوا معهم وضحوا معهم باش يجيو باش يمشيو لهاد العمره العظيمه، لان هذاك مكان عظيم اعلى مكان في الدنيا، وجزاهم الله خيرا. وكنشكرهم بزاف على هذه المبادره الطيبه، وكنشكر الدكتور الهاشمي خصيصا علشان انه هو الذي اباح لهاد الناس اعطاهم انطلاقه باش يجمعوا هذوك الناس باش يديهم. وحنا من طرفنا كوكاله اسفار وكاله الاسفار الرياض رحنا كنجمعنا دوك الناس واثرناهم، وحنا ان شاء الله غاديين بهم وغاديين بعثنا معهم مرشد ديني اللي غادي يقوم بالمهام ديالهم في سكنهم وفي تنقلهم وفي جميع المراحل ديال السفر ديالهم ان شاء الله. وكنسال الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزينا ويجزيهم خيرا على كل شيء الذي نقوم به هما وحنا مجموعين باذن الله سبحانه وتعالى. أنا كنشكر هاد القناة اللي هي تفضلت وجات لعندنا إلى الوكالة ديالنا وشرفتنا، وحنا رحنا قايمين بالدور ديالنا معاهم الحمد لله، وماشي هذه الأولى، راه هذه الثانية إن شاء الله
معهم في هذا السفر إن شاء الله. وجاءوا ناس اللي مشوا معنا باش يهنيونا الناس اللي كانوا قبل من اللي مشوا قبل من هاد الناس هادو جاءوا كيبحثوا علينا باش يهنيونا لأننا قمنا بالدور ديالنا الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأنا كنشكر هاد القناة وكنشكر مركز الأعشاب للتداوي الطبية ديال الشيخ الدكتور الهاشمي بن رشيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. نتواجد اللحظة بمنزل السيدة خديجة والسيد عبد اللطيف، المستفيدين معنا في هذه السنة من البعثة الخيرية الموسم العمرة اللي كيشرف عليها مباشرة سعادة الشيخ محمد بن راشد الهاشمي. استقبلونا بكل حفاوة وأصالة مغربية في البيت ديالهم. نبقاو مع هذه الابتسامات من الأجواء اللي كيوجدوا لها باش يمشيوا إن شاء الله في الرحلة ديالهم يوم 9 من هذا الشهر. وجيت شريت، فصلت جلابة مغربية ديالنا كالعادة، شريت حويجات عاديين بيضين وشريت مكاسان، وداكشي اللي عرفت حيت أول مرة تفاجأت ملي قالوا لي غتمشي للعمرة. فرحتي ما قديت، ما نقدرش نعبر لك بالفرحة ديالي. علموني البنات شوية وسولت الناس حيت أول مرة سولت واستفدت، وكنت منا ندير واحد العمرة بحال حجيت فيها. وهادشي اللي كاين والله يستر هاد السيد اللي فاجئني بهاد، ما كتش حالنا ولا دارنا بها ولا، واخا مشوق هذاك اللي كنت نمشي ليه بزاف كاع، لا انا ولا راجلي من داك العام. وانا كنت نتوهم زعما انما الله يجيب لي شي عمره اولا شي، وملي فاجئني فرحتي ما نقدرش نعبر لك بها. والله يجازيه بخير والله يخلي لي وليداته. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا في دارنا المتواضعه، قبلوا علينا والله يجازيكم بخير. حتى نتوما من الطرف ديال السيد الهاشمي وقفتوا معنا وتتجريوا معنا، الله اللي غادي يخلصكم. او زعما اش غادي باش غنعبر لكم، والله العظيم زعما ما لقيت ما نقول. هذه مفاجاه ديال الحياه، تفاجأت في حياتي أنا يا والله. كنت كنتظر هاد العمرة واحد الوقت سنين، باقي صغير كنت كنتمناها وما جابش الله. واليوم أنا كنت فاجأ بسيد الهاشمي كيفاجأني، الله يجعل سيدي ربي حتى هو يفاجئه، بيصلح ليه الوليدات ديالو في العمل ديالو في الناس اللي خدامين معاه وفي كل حاجة كيتمناها إن شاء الله. حليلة تقول شدتني السخفة، حليلة سخفت بهذه المفاجأة هذه، بكثرة الفرحة سخفت، ما كنتش كنتظرها في حياتي. حتى والله يعطي شي حاجة اللي تفاجئوا وتفرحوا يا ربي آمين. ملي عيطوا علينا في الناس ديال الوكالة كيفاجئونا بهذه الزيارة لبيت الله، ما فرحنا بزاف فرحنا. ومشينا لعندهم، عيطوا لنا مشينا لعندهم وراونا، قالوا لنا النهار اللي غادي تمشيو فيه والوقت وداكشي، عطاونا شي دروس عندهم تما. كاين واحد السيد تيمشي، قال لك هو اللي غادي يمشي معكم باش يكون معكم تما يوريكم كيفاش تطوفوا داكشي. قرينا معاه شي حاجه الله يجازيه بخير حتى هويا، وتشكروا السيد الهاشمي كيشكروا حتى هما الدور ديالهم. قال لك هذاك السيد كيدير مزيان مع الناس وتيدير الخير بزاف، الله يعطيه الله يخلصو من نيته، الله يخلصو من نيته والله يصلح ليه وليداته. ولحد الان رانا شاداني واحد، هي فرحه ولكن كتجيني انا بحال الخلعه بزاف ديال الفرحه، ما كتعبرش ما كتوصفش ما كت يعني داكشي كثير عليا كبير بزاف سبحان الله العظيم. كتحلم انك تمشي هذاك المقام اللي كلشي الناس كيحلموا به؟ نعم. ولا كتشوف الناس مثلا في التلفازه مشاو كيطوفوا حتى كيتعلق قلبك؟ نعم. وتنقول انا علاش ما نكونش من هذوك الناس، ولكن الغالب الله ما عنديش، وكنتفرج عيني راه معاهم ولكن
الروح ديالي وذاتي وداكشي كيطوفوا معاهم حتى هما بشوفة العين في التلفازة. خدام تا انا بحال كان بحال انا معاهم تما، ولكن باش نوصل الغالب الله ما عنديش. ودابا الحمد لله غادي يكون واقع غنمشي نيت في هذيك الارض غنكون كنعفط وتندور ان شاء الله بفضل الله وبفضل الدكتور الهشيمي الله يرضي عليه. نقول لهم الله يهديهم يعني والله يكثر رزقهم الى عندهم رزق الله يكثروا، وانما يعرفوا فين يحطوه ويعرفوا لمن يوصلوه. بحال يديروا بحال هذا السيد الدكتور الهشيمي الله يجازيه بخير، هو عنده فضل الله يعني. كاين كيعجبني انا كيعرف فين يحطو، كيمشي عند الناس اللي نيت محتاجين ومخخم. بحال تقولي شي انسان عطشان كيبغي غير ديك القطيره ديال الماء غادي ترجع فيه الروح ديال 70 عام يعني. كيجيب هذيك القطيره ديال الماء في محلها، ماشي كيمشي كيعطي لديك الفلوس لشي حد اللي عنده غتزيدو هو راه ما عنده وهو تزيد تكبره. انا تنتمنى من هاد الناس اللي عندهم ميسورين وعندهم الفلوس كي قلتيها بنتي يديروا في سبيل الله في الناس خوتهم نيت اللي ما بحالهمش، ولا وصلهم بحال الدكتور الهشيمي بحال هاد المقام يعني ما كتوصفش هذيك السعاده اللي غيعيشوا فيها هذوك الناس. واخا عندهم الفلوس غادي يزيدهم الله خير في خير، وغادي يكون القلب ديالهم الحمد لله غادي يكون كبير وبيض، غادي يكون بيض صفى من الحليب. هذا كان حلم وملي اصبح حقيقه جاني كبير. كيفاش غادي يديروا هاد الناس كاملين كانوا بحال الدكتور الهشيمي كل واحد يصيفط غير 10 الناس او غير 5 الناس، شحال قدو في العام غادي يحصد ديال الخير وديال الاجر وديال البركه وديال تنجي من المصائب الدنيا. مصائب الدنيا حنت كثيره لا تحصى ولا تعد، وعلى اشكالها وعلى الوانها، تحفظ هو وتحفظ وليداته وتحفظ ماله وتحفظ رزقه وتحفظ 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 وسيرك تحفظ حتى الناس اللي كيرافقوهم اللي كيبغي يدير الخير. بنتي راه كيبغي يديرو كيشوف لمن، واللي ما كيبغيش بنتي الله يهديه الله يهديهم. والرزق كله والخير كله راه ديال الله، الفضل ديال الله، غير الانسان تيكون سبب. ولكن كيعرف بحال الدكتور الهشيمي يعني ما خلى ليا ما نقول، كيحط النقطة على الحرف يعني. الإنسان اللي محتاج كيجيبو معاه قد قد، كيهز بحال زيت إبرة من شي غيس طايحة في الغيس وكيغسلها كينقيها وكيردها برا كدوي. الله يضوي أيامه الله يضوي أيامه هو والناس اللي خدامين معاه وليداته وكل ما ضارب هذاك السيد كل ما اللي تحرك معاه الله يضوي عليه. فات النار مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناتكم الحقيقة الفضائية. اللحظة كانت تواجد مطار محمد الخامس مدينة الدار البيضاء الكبرى، بحيث أن اليوم هو اليوم انطلاقة رحلة المعتمرين إن شاء الله لهذه السنة، اللي استفدوا معنا المعتمرين اللي استفدوا معنا هذه السنة من برنامج الأعمال الخيرية اللي كيقوم بها سعادة الشيخ محمد بن راشد الهاشمي. كيف ما كتشوفوا المعتمرين معنا اللالة خديجة والسيد عبد اللطيف، إن شاء الله اليوم غتكون الرحلة ديالهم إلى الديار المقدسة. حاولنا إن شاء الله هذا اليوم نحيطكم يعني بآخر المستجدات قبل الرحلة ديالهم، الأحاسيس ديالهم راه ميمكنش توصف. تشكركم ونشكر الدكتور الهشيمي، والفرحة ديالي ما توصفش. هذا النهار هذا والله هذا نهار كبير عندي أنا، ونشكره كنشكره بزاف. وان شاء الله توصلوا وتكملوا المناسك على اكمل وجه، ويا ربي تكون عمره مقبوله ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين. وغادي ندعي معكم وندعي مع الدكتور الهاشمي ان شاء الله. كنشكر الدكتور الهاشمي من راشيد صيفطني هذه الرحله هذه، ما كنتش متوقعها ان غادي، ما ظنيتش راسي غنوصل لهذه المرحله هذه. وحق هي ديك الاميه ديالي الله يجازيه بخير. يا طيبه جدك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جدك صبا لرسول الله محبا، بالروضة
سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.